شدوني مش داونا الكوميسايا في المعرف. حيدوا لنا الصماطي وكتفونا بهم الله. لا باش ديال ما نقدرش نعيط عليكم مباشرة. الحسن الثاني ارسل الاخ ديالي القدافي. بعثوا للمهدي مكة قال له انه الملك راغب ترجع بلاد. وإلا قلت له راني غندي لو موند الملك غادي يقول لي هذا حمق. مشاهدي أوريزون بريس، مساء الخير ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامجكم حكايات. ويسعدني أن يكون ضيفي في هذه الحلقة الأستاذ مولاي إسماعيل علوي، السياسي الذي عايش الكثير من الأحداث السياسية والاجتماعية في تاريخ المغرب الحديث بالمغرب. مولاي إسماعيل علوي، مرحبا بك وشكرا على قبول الدعوة. طبعا ما يمكن لي أن نبدأ معك من البدايات، والبدايات هي النشأة، والنشأة اللي أهم فيها هو حياتكم الشخصية اللي كانت يعني تقريبا لها امتدادات في العائلة وفي الأسرة مختلفة. من شك الناس تعرفوا بأن مولاي إسماعيل العلوي هو ابن باشا، خاله هو عبد الرحمن الخطيب، هو الدكتور الخطيب كذلك، أيضا من العائلة الناس اللي معروفين مشهورين عبد الرحمن الخطيب أيضا، بالإضافة لويتكم اللي هي تقلدات طبعا واحد المنصب اللي كان مهم في تاريخ المغرب اللي قبل واحد المرحلة اللي هي طويلة جدا. اللي مهم في حقه في هذا السؤال هو شكون هي الشخصية اللي أثرت مولاي إسماعيل العلوي أكثر، علما أن كما لاحظنا كاين امتدادات يمكن سياسية وربما فكرية مختلفة. فأشرتم إلى شخصيات التي أثرت في منذ صغاري. في الواقع أنا ألخص عدد هذه الشخصيات في ثلاث. أولا أبي كان رجلا ذو شخصية قوية جدا، كان صارما في تعامله وسلوكه، وكان حريصا على أن نتحلى نحن الإخوة الثلاثة بأخلاق شبيهة للأخلاق التي تربه عليها. هذا الشخص الأول. الشخص الثاني أو الشخص الثاني هي جدتي من أمي كانت أولا بنت الصدر الأعظم محمد القباس، ولكن أهم من ذلك أنها كانت امرأة تريد العمل من أجل تغيير الأوضاع في هذا الوطن بشكل إيجابي، وكانت تؤكد كثيرا على ضرورة التعلم والتعليم لا بالنسبة للذكور ولا بالنسبة للنساء، وكانت كذلك تناهض كل أنواع الخرافات والمنطق الخرافي. قريت على شي حاجه بحال ما بما فيها ان ربما كانت لا تؤمن بالجن او شي حاجه بحال هكا. تماما استاذ، الى يمكن تحطنا فيها واحد شويه. هذا السيده هذه هي متشبعه طبعا بقيمها الدينيه، ولكن كانت ترفض كل ما هو متصل بالغيب، حيث ان الغيب ليس في متناول الانسان بل يعرف الله لوحده. فبالتالي كانت ضد زيارات للأضرحة، إذن كان عندها واحد نوع من السلوك شيئا ما سلفي بالمفهوم الجميل لكلمة السلفي، ماشي بالمفهوم الذي أصبح الآن متداول والذي أعطي له مدلول لا يمت بصلة حتى للإسلام. فإذا هي دي الشخصية الثانية التي أثرت في. ومن بين مثلا لا أقول أحاديث، ولكن على الأقل المقولات التي كانت تؤكد عليها عندما تزورنا وتساهم في تربيتنا نحن الإخوة الثلاثة، هي أنه الجنة تحت أقدام الأمهات.
كانت تقول هذا الأمر وتؤكد على ذلك. الشخص الثالث الذي كان له أثر على تكوين شخصيتي أساسا على المستوى الثقافي والمستوى بالتالي السياسي دون أن يكون هو سبب في الجانب الذي يهم السياسة هو الأستاذ عبد الرحمن الخطيب. أستاذ عبد الرحمن الخطيب وزير الداخلية على ما كان واحد الأخت وزير الداخلية ثم وزير الشباب والرياضة. نعم. نما وكان محامي يعني بارز في. كيفاش أثر فيك؟ فاش من جانب؟ الجانب الذي أثر به في هو متابعة دراستي وجعلي أنني أوسع دائرة معارفي لا بالفرنسية ولا بالعربية. كيف كانت العلاقة مع حسني بن سليمان على وجه الخصوص؟ علاقتي بابن خالتي طبعا كانت تكلموا على البداية طبعا زمان طبعا الفارق السن بيني وبينه لا يستهان به هو أكبر مني ولكن هو كان من المتقدمين في السن نسبيا داخل الأسرة وكنا نقضي مثلا عطلة الصيف في جديدة لدى منزل في منزل جدي وجدتي من أمي وهو طبعا كان موجود هناك لأنه كان فقد أبيه فقد أباه وهو صغير جدا وبالتالي كان تحت حضانة أمه وجده وجدته هو أخاه سي عبد الكريم رحمه الله فكنا نذهب إلى الشاطئ ونحن مجموعة من الأحفاد ومن أصدقاء الأحفاد ومن أبناء أصدقاء العائلة على شكل ذاك الاستعراض ديال عسكري لا ماشي عسكري ولكن يكاد أشبه بحال في المدرسة جوج غادي باش نوصلوا حتى للبحر وكانوا الكبار هما اللي تيقوموا بالعملية ديال حمايتنا وصيانتنا سبحان الله فيما يخص المرور عبر الشوارع الجديدة علاقة فقط وإنما علاقة صداقة وعلاقة من بعد طبعا تحول هذا العلاقة اللي كانت علاقة ديال الكبير نحو الصغير إلى صداقة تفكر بين الحوايج اللي ربما يمكن ما تنساش مولاي إسماعيل على في هذا السياق بين يعني بيناتكم كثير لدرجة أنه يصعب أنني أرتب هذه الأمور أهم في الأهم ولا اللي بقيتي عقل عليه إيوا فكاين عدد أولا ما كان دائما يميزه مقارنة مع أخيه هو لطفه كان دائما لطيف لا يزعج ولا يطغى على أي كان في حين أنه خال رحمه الله كان شوية يعني يتباهى بصحته رحمه الله وبالتالي كان أحيانا قاسيا مع الصغار في حين هو أبدا بالعكس كان دائما لطيف مع الجميع وبالتالي كنا نجد فيه حتى أحيانا نوع من الحماية إذا ما كان هناك نوع من التعدو من قبل أخرى العائلة تماما.